استاذ طارق. ايوه يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا استاذ. اهلا طارق. بيك يا دكتور. الله يبارك في حضرتك يا رب. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، فتح الله لك. الله يبارك في حضرتك ويحفظك و... طيب مش هطول عليك، وانا بسلم على اهلنا في اسيوط كلهم. بالنسبه رحت عمره، تمام. طيب عملت مثلا حضرتك عمره لحد مش متواجد معاك، هم موجودين؟ العمره دي تتعمل يعني انت حضرتك رحت عمره مثلا او حج، احنا في العمر دلوقتي عملت عمره، هل يسمح لك انت تعمل عمره لحد مين اللي هم المفروض انك انت تعمل لهم عمره؟ هل يسمح لعدد معين يعني والدك والدتك اخواتك اصحابك؟ هجاوب على حضرتك، هجاوب على حضرتك. احنا يا سيدي احنا عندنا اللي انت ممكن تعمل لهم عمرات، لان احنا عندنا بنفتي على ان احنا كمان العمرة إذا ما كانش حد عمل عمرة يجوز إن أنت تعمل عمرة لأبيك لأمك إذا كانوا هم قادرين على العمرة وما عملوهاش، فيجوز إن أنت تعمل لهم عمرة عنهم. لكن إحنا بنحب بقى في هذه المسألة إن أنت تعمل العمرة عن نفسك، يعني تقول لبيك اللهم بعمرة عن نفسي، وبعد كده تعمل إيه بقى؟ وبعد كده تقول اللهم هب مثل ثواب عمرتي لفلان أي حد، وإن شاء الله هذا الثواب يصل له باتفاق. يبقى إيه اللي حاصل؟ زي ما نص الإمام القرافي على إن هذا يصل. ليه؟ لأن هذا سيكون من قبيل الدعاء بظهر الغيب وإن شاء الله يكون مقبول. فإحنا نصيحتي ليك إن أنت تعمل عمرة عن نفسك ثم تقول اللهم هب مثل ثواب عمرتي لأبي لأمي لخالتي لعمتي، وإن شاء الله يصل إليهم.